جيلبرتو ابدا بيك، لانه بعد ما مانويل جوزيه، انا عارف ان انت من الناس القريبين من مانويل، بعد ما قفل هو رجل لطيف كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. يعني انا شايف الناس على السوشيال ميديا مبسوطه جدا بوجوده، يمكن يكون اتكلم في حاجات عامه وما بيتفرجش على الماتشات، ولكن مجرد وجوده اعتقد بيبقى شيء لطيف. لا طبعا مستر مانويل جوزيه من العلامات في تاريخ النادي الاهلي، مدرب اسطوري كلنا اتعلقنا بيه، الجيل بتاعنا وكل الاجيال اتعلقت بيه، مش بس عشان هو بيكسب بطولات كام مع النادي الاهلي، لان اغلب المدربين ان ما كانش كلهم بيكسبوا بطولات مع النادي الاهلي، لكن كمان عشان هو شخصيته وتطبع معانا وتحسه كده بقى واحد مننا. فطبعا لا مانويل جوزيه حاجه من الحاجات الجميله جدا، وعلى المستوى الشخصي يعني انا اتعلمت منه كتير، لان انا طبعاً يعني كنت قريب منه لسنوات، حتى كانت سنوات له بعيد عن النادي الاهلي، لما كان بيجي مصر زيارات، وهو بيحب النادي الاهلي، بيحب جمهور النادي الاهلي، ودايما كان يقول انا بحس يعني انا في بلدي ما شفتش نفس الحفاوه اللي بشوفها كل مره باجي فيها مصر، وان الناس بتعاملني ان انا واحد منهم، وانا بحس دايما ان انا منتمي للنادي ده. هو مش طبعا ما بيتابعش كل الماتشات هناك، التلفزيون ما بيجيبش، لا هو قايل لي ان هو ما بيتفرجش، ما بيتفرجش، بس هو يعني بيقرا، يعني بيقرا اللي بيحصل، بيقرا. حتى هو بعد المكالمه يعني بعد المداخله لما اتكلمت معاه كان مبسوط، يعني ان هو عمل مداخله في قناه الاهلي ومعاه كابتن سامي، تمنى للناس التوفيق، تمنى للنادي الاهلي التوفيق. فيعني دايما كده بنسعد، يا ريت قناه الاهلي كل فتره نجيب طبعا مستر مانويل طبعا هو نستعيد معاه بالنسبه لنا الذكريات. كلنا احنا كمان ك يعني انا حضر فرحي مستر مانويل جوزيه، يعني فعلا ده ما حضرش فرحي وما لحقش صحيح، كان موجود هنا بالصدفه اجازه وقت فرحي، وقلت له والراجل فجيه حضر لا هو فرحي، راجل جميل جدا وبيحب وعندي كل من في الاهلاويه. البيت كده ذكرى كده طيبه، هديه جايبه لي كده حاططها في دي خلي البيت، بالك دي لازم تحطها هكتبها في الوصيه وتكتبها في الوصيه للي بعدك، مش اي حد يجيب له. طيب